يقول: أتيت معتمرا لأول مرة قبل مدة، ولكنني عند الطواف كنت أبدأ بمحاذاة الركن اليماني جاهلا، فما الحكم الطواف؟ البداية من الركن اليماني فيها زيادة على الطواف. الطواف صحيح، لأنه إذا كان مررت بالحجر الأسود 7 مرات وبديت من عنده، فالزيادة من الركن اليماني هذه لا عبرة بها. نعم، ولكن الطواف صحيح. نعم، أما إن كنت نقصت الأخير، الشوط الأخير نقصته عند الركن اليماني، هو ما صح طوافك، لأنك ما طفت إلا 6 أشواط، باقينا 7 إلى الحجر، شوط من الحجر إلى الحجر، فإن نقص هو غير صحيح. نعم.